ينضموا لنا عمر زرد مهندس موسيقي سينوغراف يعمل مع والدته المؤلفة المسرحية جيزال هاشم زرد على تحضير كافة الديكورات المتحركة المميزة لأعمال والدته، ونتالي جدعون أبو أنطون أم لطفلين عادت إلى التمثيل بعد 10 سنوات من الغياب بمسرحية جديدة بعنوان فيلما ومريم اللي بتطلق رسالة أنه الطفل أمانة لبناء السلام. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. بداية نتالي مبروك الرجعة للتمثيل يعني بعد 10 سنين أكيد بدا مبروك، وعمر كمان مبروك المسرحية. لكم اثنيناتكم عمر مسرحية بظل هالأوضاع اللي نحن هلأ عايشينها قديه عم تخاطر؟ أنا قبل ما أجاوبك على السؤال بدي أتشكركم أول شيء لاستضافتنا. نحن عرضنا أول أوبننج أون ساتردي كان، وبهالسرعة صرنا معكم بالاستوديو. مرسي لشاشة الأو إس إن. لقلك نحن هلأ بهالوضع الحرب واللي عم نشوفه، هالوحشية اللي عم نشوفها كل يوم والفقدان الإنسانية، إذا بدكم نحن لازم نعمل تحدي. أنا بلاقي هذا تحدي كبير وهو ردة فعل. أخبركم شو، نحن مسرحنا بلش بهذه الطريقة. يعني الوالدة بصراحة أنا كنت مخلق بعض، الوالدة هي أخذت هذه المسيرة، كان وقت حرب بلبنان وأزيف نازلة، جمع الأولاد بالملجأ وتعملوا مسرحية لتنسيهم اللي عم بيصير بطريقة أكيد غير محترفة مثل هلا. وشوي شوي لقيت إنه عندها رسالة بالمسرح وقلبت على المسرح الأوديون بطريقة محترفة. فأنا بلاقي الولد من حقه يعني يكون عنده هيدا، يعني يعيش طفولته ويعيش الحلم وما يضيع، يعني ما يعيش باللي عم يصير معنا، نسيه هيدا الشيء، نعيش الفرح. فبالعكس هيدا الشيء شجعنا إنه نشتغل السنة. بلس في كتير ناس حكيونا قالوا لنا نحن اشتقنا، عنا عطش لهذا الشيء، انه 3-4 سنين غير اللي عم بيصير اذا بدكم بالبلدين برا. كمان الاولاد اللبنانيه تعرضوا ل يعني ل 3-4 سنين مش هينين، فاشتاقوا لهذا الموضوع ونحن من هيك كملنا اذا بدكم. يعني كان في عزل، كان في تروميات، كان في كثير من الامور، غير انه مثل ما ذكرت عمر يمكن ما لازم نحرمهم ولازم يعيشوا طفولتهم، لازم كمان نزرع فيهم الافكار الصح. صح. وهيدا الشيء اللي انتم كعائلة عم بحكي عودتونا عليه عطول في رسائل هاتف من خلال المسرحيات. لهيك بدي أتوجه لعندك نتالي لأسألك شو هو مضمون المسرحية، شو هي الحكاية على شو الكسرة؟ أول شيء تانكيو. المضمون هو اللي شدني أن أرجع على المسرح بعد 10 سنين غياب، لأنه صرت أم لولدين وعم عيش الحالة اللي عم عيشها بالمسرحية. تانكيو. هي المسرحية بتتوجه للعائلة مش بس للأطفال، بتعطي رسائل مورالات للولاد يحفظوها يتعلموها، بتتعلميها بيتعلموها بالمدرسة، بس بالطريقة اللي عملتها مدام جيزال بالمسرحية بتفوت على عقلهم بطريقة كتير حلوة. يعني حتى أولادي كانوا يروحوا على الفلاجات ليتمرنوا، يتفرج علي كيف عم بتمرن أيام فرصة المدرسة، يروحوا من عشية على البيت يسمعوا لي إياها، يعني يقولوا لي مامي شو منعمل قبل ما ننام، كأنوا عم بسمعوا لي لقلي. قلون أنا شو، يخبروني شو منعمل قبل ما ننام، وهلأ أهم شيء بيقولوا لي منصلي، لأنه دايما بكلمة مدام جيزال دايما في شكر لله بكل شيء بالحياة. هلأ فيها كتير قصص المسرحية، يعني هي ساعة بس ما بتشبعي، بتحس إنه خلصت بسرعة، بس مليانة مليانة مورالات ورسائل للعائلة. أهم شيء أنا كأم وبتوجه لكل أم عندها مربية، أنا أخذ دور مربية بالمسرحية، هي الدور الرئيسي، بس المربية الشريرة هي مش منيحة، بتفوت على البيت على أساس إنه لتربي البنات، وهي بهدف إنها تسرق البيت. كأنه مدام جيزال عم بتقول إنه انتبهوا هالولد الغالي اللي علينا، انه اوكي نحن عنا حياتنا وبدنا نشتغل ونكفي، بس دايما نضل منتبهين نحن وين حاطين اولادنا وبايد مين مسلمين اولادنا. هذا ما بيعني المربيات مش منيحه، اوقات في بيكون في مربيات احلى من الام، بيعطوا حنان اكثر وبيكونوا محترفين بشغلهم، بس هي اساسا لازم تكون مساعده، لانه المربيه الاولى هي الام. هي صح، بس اوقات بهيدي الظروف بهالايام في كثير اميات بيضطروا انه يشتغلوا، ما يكونوا موجودين كل الوقت مع أولادهم بالبيت، بيضطروا أن يكون المساعدة تكون أمامتا مربية. فمثل كل شيء بالحياة في خير وفي شر. صحيح. فعم بتوجه رسالة للأهل أنه لما أولادكم يشتكوا
انه صار معهم شيء اسمعوا لهم، اعطوهم انتباه دائما، وشو ما يقولوا مش انه ولد عم يحكي، لا ناخذ ونعطي للولد لحتى نحل اساس المشكله بالبيت. الولد اصدق من الكبير اصلا. صح ملايكه. صحيح. يعني رجعتي بشخصيه شريره بس فور جود كوز، بس هادفه هادفه لانه ام حلو يعني انه اولادك كمان حتى استفادوا، قالوا لك انه استفادوا من هذه التجربه. المسرحيه عمر للاولاد ولا للاولاد وللاهل؟ مثل ما قالت اكزاكتلي نحن المسج السنه مش بس للولد، مسج اتس فاميلي اورينتد ميوزيكال برودكشن. منا المسرحية مثل ما قلتي مسرحية ثياتر فول، قصة متكاملة عم وصل مساج لاثنين. بدي الولد ياخد الفكرة انه يتعلم هو في صراحة، في هي فيلما انت بابت مريم قلت الاسم المسرحية، سو في فيلما اللي هو الكاركتر الصبية اللي عمرها 6-7 سنين عم تمثل، وبكرة بتشوفوها على المسرح she's extremely professional so اكيد مع ممثلين محترفين. هي بيا بدي يروح على الشغل واما مسافره، سو بدي الاقي مربيه تاخذ عنه هيدا البارت مثل كل وضع، وحبينا نكون البي موجود لنفرجي علاقه البي مع البنت، مش دائما الام مع البنت بهاللحظه. بتفوت المربيه مثل هي اساسا اقوى يا عمر، اقوى. فبتفوت المربيه بتكون هي عم تتحايل عليه، بدها تسرق البيت في وراها عصابه. هلا هون كيف البنت بتستعمل مخيلتها وبتستعين بصديقتها بابت مريم اللي هي بالكاركتر الرئيسي تبعنا لتربح على الفنس. منشوف هذا الشيء سوا. شو كنا عم نحكي؟ سوري انا للاهل ولا للاولاد؟ فالمساج هون ليه حبيت اربط فيلما بالقصه؟ لانه الولد رح يعمل ريفلكشن مع هالصبيه، رح يشوف هالصبيه اللي عمرها 6-7 سنين اللي هي من عمره عم بتكون هالقد اوت سبوكن، عم تعبر، عم تحكي بجرأه، عم تخبر اللي عم بيصير معها وما عم تخاف. هذا الشيء بدنا الولد يعمله. بلس الاهل لازم يتعلموا يصدقوا ابنهم مش بس يتسمعوا له، واللي هي اذا بدكم بالمسرحيه بيعمل هالغلطه البي بيسمع له وحنون معه وكل شيء، بس اول ما المربيه تقول له كلمه دغري بياخذ كلمه الاكبر على الاصغر. فهون هيدا مساج بيوصل يعني للولد وللاهل بكل وضوح. ما بعرف قد ايه التفتوا كمان لفكره انه انا اكيد يعني مع مدام جيزال ما في بحث بالموضوع، بس حابه انه تحكوا كمان بالفكره قد ايه الاهل لازم يريحوا الاولاد لحتى يسترجوا الاولاد اساسا يحكوا يعبروا. صح صح 100%. صح يسالون يصير في كوميونيكيشن. Exactly. وكنا عم نحكي بشغله اليوم انه the soonest the better، يعني مش الواحد يخلي الولد يروح بالمشكله يعالجها على بكير، يختصر المعاناه. ايه يختصر المشكله، اذا مشكله بده يصير خلص بعرف بنهار انه صار. يكون في constant communication بين الابن وال يعني هي بتبين بالمسرحيه انه البي كثير مشغول والام مش موجوده، مشغول لدرجه ما معه وقت يسمعها، يعني بتطلع على تختها لتنام عم تبكي ما معه وقت يسمعها. كرمال هيك بيتغاضى النظر عن اللي عم بتقوله، والناني بتاخذ المربي بتاخذ راحتها انه تعمل اللي بدها اياه بالبيت وتتصرف معها بطريقه مش حلوه ابدا للبنت. المسرحيه مقتبسه من عمل او قصه معينه او يمكن تجارب يعني شايفينها عايشين هي دائما دائما جيزال بتكتب من شيء بياثر فيها، بيكون الامر الواقع بتستوحي من اللي عم بيصير معها دائما مسرحيتها. وكل مسرحيتها اوريجينال وركس، نحن بنشتغل بهالطريقه ككتابه كاخراج كديكور كله بيكون نمشي فيه ستيب باي ستيب حسب القصه شو بدها. وحتى بالموسيقى انا بدي اوجه تحيه ل بسام دكاش ولا توني كامل ولا بيتر نعمه اللي هن كانوا الملحنين هيدي السنه، دائما العمل فيه شيء جديد وهيدا الحلو اذا بدك بمسرحنا بيكون حسب السنه، يعني كل سنه شو بصير شيء مثل ما انت قلت شيء بيرسونال بيعطينا هيدا اذا بدك الاحساس لنكتب بهالطريقه. اخراج مين؟ كتابه مين؟ اخراج مرلين زرد مصابني، كتابه جيزال مثل ما قلنا، وانتاج شركه الاو ام 2. وما بدي انسى مايلا زرد اللي كانت معنا قبل الحقيقه، كمان هي وراء الكواليس دائما العين السهرانه جند المجهول. منحنين لكلياتهم عن جد، يعطيهم العافيه. بدي اعرف منك نتالي كيف كانت التدريبات، كيف كانت الاجواء بعد هالغيبه، وبهالغيبه كيف صار المسرح؟ هلا ماريلين زرد مصابني هي صديقه من بعد ما فليت انا المسرح وسافرت برات البلد، ضلينا على تواصل لانه منه شغل، هو منه فريق، هو بتحسي صرتي خلص حدا من العائله. لما تفوتي لعندهم
بتصير شخص من العائلة، يعني بصير أخته لعمر وبنتها لمدام جيزيل. فضلينا على تواصل، ولما رجعت عرفت أني هون حكتني وقالت لي في إلك دور بالمسرحية، حابة ترجعي تجي؟ قلت لها هيك أجاني أحساس كتير حلو واشتياق أكتر. قلت لها إيه شو اسمي هالمرة؟ كان عادة أدوار اللي بخدها بنت النعمة الرقيقة والقصة ساندريون. قالت لي برقة. برقة. فكانت ردت فعلي إيه مثل ردت فعلي. قلت لها آه ما إنه ما فينا نكون مودرن شوي ونسمي اسم يعني قريب على الأولاد. قال بس تسمع شو قصة المسرحية حتفهمي. ومزبوط ما بتتسمى غير اسم. برقة مثل البرق. ورعد. ايه نعم بتخيل. بس فترة العودات الرجعات يعني رجعتي على البلد ورجعتي على المسرح؟ رجعت على البلد. خلص لبنان مع رغم كل شيء انا بشوفه بعده احلى بلد. هو هيك كل شيء. هو هيك. وانا حابه انه اولادي يجوا يربوا هون مع العائله ومع الناس الحلوين. ان شاء الله يعني بضل لبنان بلد السلام. امين يا رب. فتكمل لك نحن عم نشطح عن تمرينات. فكانت اول شيء نقزت انه كلهم ممثلين جديد ما بعرفهم، وانا كان لي زمان قلت خليني اشوف جوهم لاشوف اذا انا برجع بتاقلم، انه انا صرت ام وهن جن ودانسرز كثير بروفيشنال. فاليوم قلت لهم بتعرفوا شو انا كثير بحبكم. كان تعامل كأنه أنا قاعدة بالبيت، يعني إذا في شخص قال راسه عم يجعني، إذا أنا قلت راسي عم يجعني بيركضوا بجيب لك مي بجيب لك عصير، في محبة. مدام جيزيل عندها قلب، أنا بسميها سوري يعني بس أنا بسميها الملك المتحرك. هي طاغية علينا الحب والتعامل بكل لطف مع بعضنا. فكانت التمرينات صعبة، تعبنا تعبنا كتير 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 بس بفرح. حلو. والمهم النتيجة يعني أنا لحلة. بعرف لوديون شو هالبيت خليني أسميه لأنه أولادي حاضرين كل مسرحياتهم قبل ما يكبروا يعني ويسافروا يغادرونا للأسف، ولكن تربوا كمان على هالمسرحيات فبعرف شو بتكوني عم تعني بس تحكي بهيدي الطريقة. ذكرت من شوي حبيبة الإنتاج، حتى بدي فوت بالإنتاج أكتر لأنه بعرف عمر when it comes to the kids بس نحكي عن مسرحية للأطفال بيكون في إنتاج زيادة. صح. لأن في ديكور زيادة، في ألوان زيادة، في يعني بدنا نبهرهم بأي طريقة ممكن لحتى نوصل المسج صح. فقد عم بتعانوا هالأيام؟ لكن انت قلتيها انا لا صراحه نحن ايد واحده اشتغلنا مثل ما قالت كعائله از تيم، تحمسنا وكلنا اشتغلنا سوا. يعني انت قلتي انه شغل الاولاد انا برايي اصعب من شغل الكبار. اكيد شغل الكبار فيك تعملي تياتر بوفر، فيك تعملي مونولوج شخصين. صحيح. بلا ديكور نلحق قصه نتكز على دراما او كوميدي بيمشي الحال. الاولاد بدك توصلي لهم المسج، بدك تحضري لهم شيء يكون ادوكاتيف على الاخر، قصه متكامله ومثل ما قلت ديكور وموسيقى واستعراضيه اجباري تكون موجوده. والولد كثير ذكي يعني بدك تشدهم اجباري وممنوع الملل. كل ديتيل مثل اولادها لقطوا كل ديتيل بالمسرحيه. ابنها الكبير صار عم يسالني هيدي كيف تحركت وهيدي كيف عملت وهيك بده يخبرني تلمي ذا ديتيلز. كنا بالتمارين فات ورا الكواليس وما عرف يتعرف على كل شيء. فات تمشى بالكواليس اجى هيدي الفرصه يفوت باك ستيج وبعده عم يسالني شو هاي كيف عملتها. بعده فايت بالحلم. وابنها الصغير عندها صبيين من غير شر فرح لي قلبي نهار مع انه بتوتر بس يطلع على المسرح لانه ايده بالديكور يعني بس كسر البيانو بس معلش كسر البيانو في بيانو هيك بس الحلو في مره هي بالمشهد في عنا بابيت مريم تفتح الخزانه بتطلع البوبي جوا هي شي از ماجيكال بابيت هو كمز تو لايف. سو بس فتحت السيدة كان قاعد هو ما بلاقيه الا صار على المسرح صار بس يسلم على اثناء العرض اثناء التمارين تمارين طلعنا طلعنا بريفيليج الاولاد طلع دغري صار بده يحكي مع باب مريم. بعد شوي لقيه في مثل هي لانه نحن عاملين هيوج دول هاوس السنه في كذا بارت من الدول هاوس يعني عندك الاوضه الباث توب الكيتشن. بعد شوي بلاقيه بالكيتشن عم يقلي عم يحضر شيء حياتي فهيدي هي فقدرت تشدوهم. لا لا اكيد اكيد الحمد لله. اليوم صراحه كان عندنا عرضين كانوا اول عرضين والاولاد مش معقول ما فيك تتخيل الرياكشن. عملنا عرض السبت كان ذا فيرست اوبننج
كان 60% كبار 40% صغار. كانت الصالة مركزة هيك صامتين وعم يتسمعوا وعم يحضروا. أنا الكبار عندي بيحضروا، ما في إنه أمه وبي ضاهرين لبرا، لا بيحضروا كل المسرحية. بس بتعرفي الكبير ما بيعمل رياكسيون الصغير بذات الطريقة على الفيلنز وهيك. اليوم صالة باكت ولاد ما بتشوفي المسلين. اليوم النتيجة بيانت اليوم. حلو. هن يعني فتنا لجوا سمعتوا الولاد، وأول ما يفتح الريضوع عم بيقولوا المدرستين قالوا واو هيك سمعنا كل الولاد. فهذا بيعطينا كمان حماس انه نعمل انتر اكشن اكثر معهم. انا طبعاً. في مشهد حكي بالتمارين مع شخص لحده، اليوم صرت عم بحكيهم للولاد قد ما هن تفاعلوا معي انا بطل فيني يعني خلص. اساسا هيدا سحر المسرح، هيدا احلى شيء بالمسرح. اليوم النتيجه بينت وكثير كثير انبسطنا بالنتيجه. الحمد لله موفقين وان شاء الله دائما يكونوا هيك كل العروضات. تنحكي عن الاغاني والالحان والاستعراضات، ذكرتي انه في دانسرز، نحكي عن هاي الاجواء شوي. التيم السنه صراحه كثير مهضوم مثل ما قالت التيم، اتس ميكستشر بتوين اكترز بروفيشنال اكترز اللي هي ناتالي وسمعان وكريم، وعندنا دانسرز اللي هي بولين وماري جوزي وماري هيكل وباتيل. فكتير حلو التيم هيك متناسق مع بعضه، ونحن الكوريوغرافي بتتصمم على حسب المشهدية. يعني ما عندنا بس كوريوغرافي it's just a dance، it's basically a combination between dance and acting. في مثل المشهد اللي بتفوت فيه هي بتكون برقة الأساسية وبتفوت العصابة السرائين، عندهم كوريوغرافي بس كمان في عندهم لعب بالديكور. ولا مره الديكور تبعنا بيكون فلات والمسلين قدامه اتس جاست ا باك جراوند، لا ديكور هن جسم واحد. سو الاكترز ما بتعرف من بيطلعوا، ما بتعرف شو بيصير افكت، كيف بيستعملوا الديكور. ذس از سربرايز تو كم للناس. يعني الولد في يحضرها اكثر من مره، لانه اذا بيحضرها مره ما بيركز على كل المشاهد، لانه بيصير كذا مشهد وكذا ديكور بيتحرك بنفس الوقت فبضيع. يعني حتى اليوم في اولاد هن وفالين حنطلع بنسلم عليهم قبل ما يروحوا بيطلبونا. في بنت هيك صغيره قربت لعندها قالت لي، مع انه انا دور الشريره انا هيك كنت مسحيه انا وطالعه انه معقول ما يحبون، قالت لي بتعطيني عبوطه يعني هالقد حبيت. قالت لها وفي تكوينك مش شريره، تكوينك ما فيك تكوني شريره، لازم تحضريني. لا بس لاولادك مسافرين فيك تجي تحضري. انا وذ بلجر اكيد اكيد اهلا وسهلا فيك ناطرينك. اساسا يعني ما بعرف قد ايه حبيبه بتوافقني الراي، كثير عم ارجع احب الاشياء الخاصه بريق. بالولاد الصغار عم حس حالي بحاجه لاهرب من هيدا الواقع اللي عايشين صح. فيه عن جد. يعني هيدا المسرح هو حاجه بهالايام للولاد وخصوصا اولادي. يعني انا كثير انبسطت وقت راحوا معي على التمارين، انه انا بقولها بصراحه يمكن كذا ام عم بيعانوا من نفس الموضوع. انا ابني الكبير بيلعب على الايباد، بيحضر تلفزيون، سوشيال ميديا، الانترنت، فوتتنا على عالم كثير بعيد وعم يحضروا اشياء مش لعمرهم، وما عم بقدر اعمل كنترول على كل شيء صراحه. عم ياخذوا سم بعقول الاولاد بهيدي الايام للاسف. فهيدا المسرح هو حاجه هالايام، وانا بقولها لكل ام جيبي اولادك وخليهم يحضروا، لانه بتوصل مساجات بريئه. اشتقنا الاولاد يقعدوا يحضروا اشياء بريئه حلوه يتعلموا منها، مش بس اذى وسوشيال ميديا وفيديو بشع، وخصوصا بالايام اللي عم نعيشها. يعني حتى نحن ناتالي عن جد بحاجه لنفصل عن جد. صح. يعني هيدي هي الحاجه اللي عم بحكي عنها للاولاد ولالنا 100%. الحاجه لفرح وبراءه، ما بقى في براءه بولا شيء. مش بس هيك، القيم اللي نحن ربينا عليها اولادنا ما عم تتوجه لهم بذات الطريقه. ما فيك تعمل ما فيك تعمل كنترول على اللي عم يحضروا. شو بيصلنا بلبنان غير اللي بيوصل لامريكا بالنهايه. هيدي الانترنت بوليتكس يعني ما فينا نفوت فيها. نحن علينا نرجع نوصل المساج عن جديد. بتحس عمر انه من خلال المسرح فينا نوصل اشياء يمكن ما يتقبلوها الاولاد من الاهل؟ من الاهل ايه اكيد، بطريقه عم توصل المساج بطريقه فيها فرح، عم ياخذ مساج لايتلي مش مباشر دغري. مثل المورال اللي عم نوصله السنه، هذا المورال رح يوصل بطريقه بلا ما نقوله. ما حدا رح يقوله بمسرحيه، بس هالقد الولد ذكي انه رح يلقطها اكيد ورح يروح على البيت يفكر فيها. امبارح صراحه تلاقيت بشخص كنا عنا اجتماع قال لي انا ربيت على هالمسرح، يعني عمره زلمه 40 سنه عم يخبرني شو حضر لما كان عمره 10 بعده ذاكر الاغاني. فهيدا الشيء بخلي الواحد انه يلا وي هاف تو بوش فورورد. اكيد يستمر يعني. أكيد. من اي عمر فيهم يحضروا المسرحيه؟ هي ابتداء من 3 ل 4 سنين. نحن الايج رينج المتوجهين صوبه فروم 4 ل 10،
إذا بدكم ك community بس to be frank it is family production يعني كل الأعمار اللي بتجي ما في أي مشكلة كل شخص بياخد من المسرحية الولد الصغير بياخد مثل ما قلت الألوان والمشهدية والرأس والأكبر ببلش يسمع القصة والأم والبي بياخدوا المورال أكيد مثل ما لازم عمر يعني هلا حكينا كثير عن مسرح الطفل وقد ايه مهم يكون في مسرح طفل وانت من زمان بتشتغل بهذا المسرح مع الست الوالده مدام جيزال ما بتحس انه ممكن تغير شوي المنعطف وتعطي يمكن اهداف اخرى بمسارح اخرى غير مسرح الطفل قصدك مسرح الكبار نحن بصراحه اشتغلوا انا ما كنت بعد على ايام ما كنت صغير حضرتها عملوا غادة الكاميليا بالزمانات ما بعرف اذا بمسرح الاتيني كانت مسرحية للكبار وكان كمان معانيها كتير قاسي يعني ومهمة يعني فنحن عم نفكر السنة سبقتيني ونحن عنا بروجيكت نعمل للكبار ورح يكون على مسرح الأوديو بس قريبا إن شاء الله بعد هذا الموسم رح نعمل عمل تاني وإذا بيشاركونا ممثلينا رح يكون هيدا الموسم في عمل تاني من بعده next بس نخلص هالمسرحية في عمل للكبار نقدر إيه بمسجز موجهة رح تكون شارفة للكبار أكيد حلو نايس حلو وبالنسبة لفيلما ومريم ممكن يتنقل المسرح لأنه للأسف الأعمال المسرحية الموجهة للأطفال قليلة كتير فممكن أنه برات بيروت يقدروا كمان الأولاد يستفيدوا منها لك نحن كنا نعمل أعمال متنقلة كنا نعمل بوث بس قررنا السنة نكبر كتير العمل أنه نتركه بالأوديون لأنه المسرح في له كذا فاكتور عندك مثل ما قلنا اضاءه الصوت الايفكتس المكانات كل شيء هيدا الشيء ما فيك تنقليه يعني احنا بصراحه قلنا 4 مانث بين ديكوريشن وميوزك برودكشن واكتنج وريهرسلز ما فينا نعمل هذا الشيء ننقله على مسرح ثاني فور ا كابل اوف دايز كانتاجيه ما بتسمح سو صراحه البروجكت هو انه راح ينعمل ديكور ثاني نقال بس راح يكون لبرا راح يروح ينعرض برا على كمان كابل اوف مانث بلبنان العمل بالاوديو انا بدعي كل الناس بالنهايه لبنان كله على بعضه ساعه عريب. يعني نحن قراب من الكل سو بدعي الكل يجوا يحضروا لانه هذا العمل حرام ما ينحضر كنت عم تقولي لي قبل عن انتاجيه انا بعرف مسرحنا قد ايه بنسخ عليه وقد ايه البرودكشن بكل يعني بكل اذا بدك ثقه بقولها بعرف قد ايه النيفو تبعه عالي مش رح اقول اعلى نيفل بلبنان بس نيفو عالي للاولاد كثير فبس وين بنعمل نحن البطاقه نتركها لكل لبنان ما بدي اعلي البطاقه بشكل انه تقدر طبقه تجي وطبقه ما تجي هيدا شيء هيدا لبنان مسرح جيزال لكل طبقات لبنان وبدنا لكل لبنان يجي يحضر فهيدي اذا بدك يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه واكيد المسج بتوصل بابهى حلاتها نتالي جدعون ابو انطون وعمر زرد شكرا لكم شكرا لكم ناطرينكم بالمسرح ناطرينكم باذن الله اكيد للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصلوا على الارقام التاليه الفا قنوات الأسرة العربية